أنه جاهز رغم الغيابات المؤثرة بالنسبة لفريقه وتحديدا من جانب جيريمي وتيموريان، الأسماء الهامة جدا. تيموريان الذي يغيب عن هذه المباراة بسبب الإيقاف، لكن على الجانب الآخر يبدو أن العربي مكتملا من أجل أن يحافظ على حضوره في المربع، وهو يأتي في المرتبة الرابعة النادي العربي بعد أن تمكن من الفوز في طبعا اللقاء الماضي في ديربي الهلال بهدف مقابل لا شيء في مباراة انتهت من ركلة جزاء، تمكن من خلالها العربي من الوصول إلى المرتبة الرابعة. اليوم العربي يأتي من أجل أن يثبت أقدامه في المرتبة الرابعة. اليوم هي مباراة بين صاحب المركز الرابع وصاحب المركز الخامس. فوز مصلال يعني أنه يتبادل الأماكن مع العربي، في حين التعادل والفوز يثبت العربي في نفس مكانه في المرتبة الرابعة. لهذا قال السيد بولنت عن هذه المباراة بأنها مباراة من فئة الست نقاط، هكذا عبر السيد بولنت، باعتبار أنه الفوز في هذه المواجهة ليس مجرد ثلاث نقاط، بل يعيد خصمك إلى الخلف ويأخذك في محل خصمك. إذن هكذا الظروف بالنسبة لهذه المباراة. حتى عمر العمادي لاعب النادي العربي اقتبس هذه الكلمة وقال بأن مباراة من فئة ست هجوم. على كل حال، جمهور العربي أطلق بالوناته إلى السماء ابتهاجا بحضرة العربي في هذا الأسبوع في الجولة 11. جمهور العربي الحاضر إلى هذه المباراة وقد أطلق بالوناته إلى السماء لتنطلق ابتهاجا من الجماهير العربية، الجماهير العربي الحاضرة إلى هذه المواجهة ابتهاجا بفريقها وتنتظر من فريقها أن يحقق نتيجة إيجابية. لا شك بأنه الحضور الجماهيري بالنسبة للنادي العربي، الكل يعلم بأنه لا يمثل حقيقة جمهور النادي العربي الذي يتمتع طبعا بجماهيرية طاغية وجماهيرية كبيرة جنبا إلى جنب إلى جانب نادي الريان، ولكنه هذه الجماهير ربما عندها بعض العتب على الفريق، لأنه الفريق لا يأتي في المكان الذي يبحث عنه جمهور النادي العربي، الذي يبحث عن مكانة أكبر، خصوصا وأنه إدارة النادي العربي وعدت بأن عام 2015 هو ذلك العام الذي يحقق فيه النادي العربي لقب الدوري، ولكنه لم يتحقق هذا الأمر بالنسبة للنادي العربي. وفي الجانب الآخر جمهور الريان لم يكن قد تلقى وعدا بذلك، ولكنه هذا العام فريقها يأتي في صدارة الترتيب. جمهور العربي هذا الأمر أعطاه حافز إيجابي، ربما حضور الريان في الصدارة بأنه هناك أمل للوصول إلى ما يصل إليه الريان في هذه الأيام، وبأنه البطولة لم تعد حكرا على أسماء معينة من الفرق، مثلا الغرافة والسد في فترة من الفترات قبل أن يأتي الأخوية الوحش القاتل الذي تسيد الدوري في خمس مواسم، حقق أربع ألقاب، لكنه أصبح الريان عند حضور في هذا العام يعطي أمل للعربي بأنه ربما في العام القادم أو ما بعده حين يتم ترتيب إداري معين يصل إلى مراده. الكرة معادة إلى الخلف باتجاه حارس المرمى، ملعوبة إلى الأمام إلى محاولة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة. لعبت الكرة على طول على الجهة اليمين، طبعا الزملاء في الملعب ما وصلنا تشكيلة، ولكننا نستعين بالتقنية الحديثة السوشيال ميديا. التشكيلة موجودة من كيو اس ال الذين يضعون حقيقة تفاعل كبير جدا على مستوى كيو اس ال في تغطية أحداث المباريات أولا بأول، قائمة الأسماء وكذلك لقطات الأهداف أولا بأول. أم صلال يأتي إلى هذه المباراة، بابا مالك بالإضافة إلى فابيو سيزر، رامي فايز، إسماعيل إبراهيم، جواد إحناش، إسماعيل محمود، دياب حسن ويانيك بالإضافة إلى دياب حسن ومحمد خميس، ناصر خلفان وويلتون سوزا سيلفا. على الجانب الآخر العربي قائمة في هذه المباراة رجب حمزة، أبو علام خوخي، عادل لامي،
عبد الله معرفي، علي محمد جاسمي، احمد فتحي، الكره فيها اوفسايد، ركله حره غير مباشره، بالاضافه الى مصعب محمود ويوسف احمد، وبالاضافه الى رود فاني وباولينيو سيد اشكان. هذه قائمه الاسماء بالنسبه للنادي العربي. كره ملعوبه في الجهه اليمنى واصله عند رود فان، يلعب تمريره قصيره الى بوعلام خوخي، خوخي بوعلام يلعب الكره الى رود فان، رود فان يلعب الكره في اقصى اليسار، ممتازه راحت الكره مباشره الى عبد الله معرفي، عبد الله معرفي يلحق بالكره في الجهه اليسار، ياخذ الكره عبد الله معرفي، يلعب كره عرضيه لكنها راحت الى خارج ارضيه الملعب الى الاوت، رميه جانبيه راحت لخارج ارضيه الملعب الى الاوت، رميه جانبيه، الرميه الجانبيه ملعوبه في جهه النادي العربي، على طول تلعب في منطقه الجزاء، العربي يحاول والبحث عن كره لكنها في الاخير ملعوبه عرضيه بالفعل، يتمكن من اقتناص الكره الماضيه لكنها الى صافره موجوده على النادي العربي باللقطه الماضيه. شوف الكره من جديد، المخالفه المرتكبه على النادي العربي بالكره الماضيه الى ركله حره مباشره تذهب في صالح المصرف. يقود المباراه قانونيا السيد عبد الرحمن عبده في هذه المواجهه، ومساعد اول محمد جابر، مساعد ثاني عبد العزيز الشمري، الحكم الرابع خميس المري، مساعد اضافي اول حسين احمد، ومساعد اضافي ثاني سيد شريف علي. كره ملعوبه الى الامام الى تغطيه من جانب دفاع النادي العربي، راحت الى خارج ارضيه الملعب الى الاوت، رميه جانبيه، الكره واصله في الجهه اليمين، اسماعيل محمود، اسماعيل محمود يحاول في كره لكنها في الاخير الى صافره ومخالفه ركله حره مباشره، مخالفه ركله حره مباشره. المباريات التي لعبت على مستوى الدوري، لخويا فاز على الوكرة 6-2 في مباراة كبيرة جدا. لخويا يبدو أنه استعاد نغمة أخيرا واستعاد عافية أخيرا بفوز عريض وكبير، قوامه 6 أهداف مقابل هدفين على الوكرة، سبق ذلك طبعا فوزه على السد ب4 مقابل هدفين، 10 أهداف في جولتين تكشف عن عودة قوية جدا وجامحة بالنسبة للخوية. الأهلي تعادل، أو الخور تعادل مع الخرطيات 2-2، الأهلي تعادل مع بسمير أيضا بنفس النتيجة 2-2. سبق هذه المباراة مباراة السد والسلية، بعد هذه المباراة قطر الجيش، وغدا إن شاء الله تعالى، وكذلك الغراب في الريان، الريان الساعي إلى تثبيت صدارته وأن يتشبث بصدارته، بل أن يبتعد بصدارته لأنه لا شيء يؤثر أو يهز صدارته، وما يريد من مباراة الغد هو أنه يزيد الفارق النقطي بينه وبين المنافسين. بولنت مدرب مصلال هنا على مستوى الدوري، خسر الدوري 3 مدربين أو 3 مدربين خسروا وظائفهم في الدوري. عندنا راديش نيشن تمت إقالته من نادي قطر، ربما إقالة لا تتفق معها عطفا على ما قدم العام الماضي بشكل رائع جدا، وبالتالي أي تأثر يحدث في قطر لا يمكن التصديق بأنه راديش نيشن وراءه، لأنه راديش نيشن قدم موسم مثالي العام الماضي. هذه كرة ملعوبة إلى صالح العربي، لكن دائما المدربين هم كبش فداء للخسائر والنتائج المحبطة. ثم بعد ذلك طبعا شاموسكا تم انتقالته من الغرافة، شاموسكا الذي عمل في يوم من الأيام إلى جانب العربي هنا، وعمل أيضا إلى جانب نادي الجيش، وأيضا حسين عموتة الرجل الذي تعود على هذا الميدان تمت إقالته هو الآخر، أو تقدم الاستقالة حسب ما وصلنا. لكن الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، الركلة الركنية تذهب إلى مصلحة نادي أم صلال، يتحرك لذلك فابيو سيزر، فابيو سيزر يتحرك لتنفيذ الركلة الركنية الآن لصالح أم صلال، اللاعب الذي تألق إلى جانب أم صلال قبل أن يتم انتقاله من أم صلال إلى الريان، توج مع الريان لأكثر من بطولة، حضر بقوة مع المنتخب القطري. هذه كرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، الركلة الركنية يتحرك لتنفيذها فابيو سيزر، سيزر الآن عند الركلة الركنية مرة أخرى، والتحركات في منطقة الجزاء الآن، 4 لاعبين فقط لا يكفون، لا يكفون، الآن جاء الخامس. بعد ذلك الكرة أصلا لم تلعب عرضية إلى منطقة الجزاء،
هناك خطة مغايرة بالنسبة لنادي أم صلاح، لكن ما منفعة الخطة حينما يكون هناك تمركز جيد من لاعبين العربي على مستوى الدفاع وتغطية جيدة وأيضا بطء في تنفيذها كان من لاعبين أم صلاح، خطتهم لم تنجح، لذلك العربي استعاد كرة مرة ثانية والكرة إلى صافرة ومخالفة. المخالفة على باوليني، اللعبة الكرة على الجهات اليمين لصالح أم صلاح، ملعوبة في الجهات اليمنى، التغطية حاضرة والكرة تعود لأم صلاح، صراع في وسط الميدان، العربي ياخذ كرته إلى محاولة في الجهات اليسار، لا مخالفة مع الكرة الماضية، أخيرا تدخل فيها عبد الرحمن عبده وأشار إلى وجود مخالفة رقم 10. هدفين تبات الريان ب 11 هدف، يليه حمد الله بتسع أهداف من الجيش، وموريكي والمساكري وينك بثمانية أهداف، فوزي عايش خمسة، عبد القادر الياس أربعة، نذير بالحاج ثلاثة، وعبد الكريم حسن ثلاثة، والهيدوس طبعا عنده هدفين، سجل اليوم هدف، تشافي هدفين وخلفان هدف. هدفين ثلاثة، قائمة كبيرة على مستوى الدوري. هذه كرة فيها مخالفة ركلة حرة مباشرة لصالح أم صلاح، الملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها مباشرة تصل إلى رجب حمزة. رجب حمزة ينهب الكرة في الجهة اليمين، رجب حمزة وصل الكرة من الجهة اليمنى الآن لمصلحة نادي العربي، علي جاسمي يعيد الكرة إلى الخلف إلى محاولة ملعوبة في الجهة اليسار، تقطع بالرأس لتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. رمية جانبية ملعوبة، لعبة الكرة فيها على الجهة اليمين إلى صالح أم صلاح، العربي يستعيد كرة، حتى الآن العربي بدون أي هجوم واضح في 10 دقائق أولى من زمن شوط المباراة الأول. تصور أن العربي بدون هجوم، أصلاً أم صلاح طريقة تعتمد على الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، وهي البداية للهجوم بالنسبة له. نعبر دائما بانه خير وسيله للدفاع هي الهجوم، الا في ام صلاح خير وسيله للهجوم هي الدفاع. ايضا على الجانب الاخر ام صلاح ما عنده محاولات، مباراه في اول 10 دقائق بدون اي تسديده مباشره على المرمى، كره ملعوبه الى الخلف لصالح ام صلاح، تتمرر مباشره عند حارس المرمى بابا مالك. الحارس البارز على مستوى الدوري السنة هذه بابا مالك عاد للهدان تألقه في 2008 وكذلك في 2009 و2009 تحديدا في دوري أبطال آسيا، حينما تألق وقاد فريقه إلى نصف النهائي على مستوى دوري أبطال آسيا بركلة الترجيح من أمام الهلال السعودي أو في دور 16، ثم بعد ذلك في دور الثمانية تألق بفوز فريقه على سيول والوصول إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا في ذلك العام. 55% استحواذ أم صلاح على الكرة، 45% العربي. هذه كرة ملعوبة إلى الأمام، تدخل من خوخي معلم بيطلع الكرة، والكرة فيها اختطاف باللعبة الماضية من أحمد فتحي، طالب أم صلاح ب مخالفة في الكرة الماضية لكن حكم المباراة لم يرى ذلك، كان قريب جدا عبد الرحمن عبدو من الكرة الماضية، ما شاف فيها مخالفة، الكرة لعبت على طول للأمام، صراع على الكرة والمحاولة تذهب إلى إسماعيل محمود، إسماعيل محمود يرجع الكرة في الخلف، ثم بعد ذلك الكرة ملعوبة عرضية طويلة جدا إلى الأمام لتصل إلى صالح النادي العربي، تخلصت وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت كرمية جانبية. الرمية الجانبية اللعبة راحت لأم صلاح في الجهة اليسار، رامي فايز، رامي تقدم، رامي الآن أم صلاح هو صاحب الرغبة الأكبر بصراحة، ليس هو صاحب الدفاع، العربي من يدافع، الكرة ملعوبة إلى الأمام بطريقة خاطئة لأن هناك لاعب كان على الجهة اليسرى، لكن رامي فايز ما كان منتبه لهذا الشيء، لعب الكرة عرضية واختار التمريرة الخاطئة. Thank you.
ركلة مرمى. ركلة مرمى رجب حمزة. الحكم يطالب بسرعة التنفيذ. رجب يلعب الكرة طويلة إلى الأمام. لعبة الكرة بالرأس لتقطع وتعود في صالح أم صلال. أم صلال هو الأفضل نوعيا، يعني مش بذيك الدرجة الكبيرة جدا، هو أفضلية على العربي، لكن عنده أفضلية موجودة لأنه يسيطر على الكرة بشكل أكبر، يتواجد هجوميا بشكل أكبر. ولو أنه هذا التواجد الهجومي ليس خطر تمام الخطورة. لعبة الكرة في الجهة اليمين إلى علي جاسمي. علي جاسمي مرر الكرة، ترجع المحاولات مستمرة بين لاعبين العربي. الكرة ملعوبة إلى الأمام من رودفان. رودفان يلعب كرة لكنها مقطوعة، ترجع لأم صلال. ممتازة المرتدة لأم صلال. رامي فايز يأخذ الكرة ينطلق فيها، ما في تنظيم بالنسبة لأم صلال. هذه الكرة ملعوبة في وسط الميدان. إسماعيل محمود، غريبة صلال حتى بالكرة المرتدة يلعب بالعرض. فابيو سيزان لعبة الكرة في الجهة اليسار، والمحاولة للتسديد من مسافة بعيدة. هذا الأسلوب ليس كافي إذا أردت أن تسجل. هذا الأسلوب لا يكفي من أجل أن تسجل ومن أجل أن تتقدم وتصبح عندك الأفضلية على مستوى النتيجة وليس فقط على مستوى الأداء. الكرة إلى زيد أشكان. زيد أشكان يلعب كرة طويلة، اللعبة لصالح العربي. المحاولة قادمة عند باولينيو. باولينيو يأخذ كرة يحاول يعدي فيها على ضغط باولينيو، عنده أكثر من زميل لكنه يفضل الاستحواذ على الكرة والإبقاء على الكرة في صالحه. ثم لعبة الكرة أحمد فتحي. أحمد فتحي من جديد. أحمد يصوب الكرة لكنها ترتد في الدفاع، راحت إلى خارج أرضية الملعب. لم ترتد من أحمد، بل تسديدة فتحي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى راحت بعيدة. شوف الكرة من جديد، هذا أحمد فتحي فتحي والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. لعبة الكرة في وسط الملعب الآن إلى سيد أشكان. محاولة الآن للنادي العربي ممتازة من عبد الله معرفي، عنده حس رائع جدا، حس مرهب في كرة القدم. عجبني اللاعب اللي يعرف يوصل الكرة بالمقاس. بالصاد تمريرته ما تحسه اجتهاد، تمريرته لاعب ملي، لاعب ملي في كرة القدم، لاعب يعرف كيف يوصل الكرة. على كل حال الكرة إلى خارج أرضية الملعب الآن في الأوت رمية جانبية. لعبة الرمية الجانبية للنادي العربي على جهة اليسار ممتازة. الكرة فيها خطورة بالغة، واللعبة الكرة بعرض الملعب لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب. تطلع إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية عرباوية. شوف المحاولة من سيد أشكان. سيد أشكان لعب كرة بالكعب ممتازة، هي اللي أسهمت حقيقة في خطورة الوضع في الكرة الماضية. فيها ركلة ركنية. الجماهير العرباوية تشجع فريقها بحماس، تتفاعل الآن بالكرة القادمة. الركلة الركنية من سيد أشكان. سيد أشكان يلعب الكرة، ملعوبة الكرة في الجهة اليمنى، تقطع وتعود إلى صالح أم صلال في وسط الملعب. التمريرة ملعوبة لتعود الآن إلى صالح العربي. على جهة اليمين العربي يحاول في كرة باتجاه سيد أشكان. سيد يأخذ كرة ممتازة ملعوبة بعرض الملعب داخل منطقة الجزاء، في الأخير تقطع وما زالت الكرة حاضرة لصالح النادي العربي، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. نقلات قصيرة بين اللاعبين العربي. أحمد فتحي يلعب الكرة بعرض الملعب، راحت الكرة في الجهة اليمين. سيد أشكان. سيد أشكان يلعب الكرة في الجهة اليسرى. عبد الله معرفي. عبد الله نقلات قصيرة
جعل الكرة الآن في الجهة اليسرى إلى خوخي بوعلام. خوخي صوب كرة لكنها سهلة جدا، كرة تعبر عن واقع المباراة، لأنه يعني حينما جاءت الكرة مباشرة إلى المرمى جاءت بهذه البرودة باتجاه حارس المرمى. عبد الله معرفي، رغم أن الصراع بين المرتبة الرابعة والخامسة صراع من أجل الحضور بالمربع الذهبي، لكنه حتى الآن ليس صراعا شرسا، ليس صراعا حادا، حتى الآن صراع عادي يدور في هذا اللقاء. الكرة ملعوبة إلى عبد الله معرفي، عبد الله معرفي ياخذ كرة من الجهة اليمين، يتقدم عبد الله يلعب كرة لكنها تقطع، ترجع لصالح نادي مصلان على طول إلى الأمام. مصلان عنده هجوم قادم ومضاد في الجهة اليمنى، يحاول الكرة، اللعبة عرضية خطيرة جدا لكن باتجاه رجب حمزة، لعبة باتجاه رجب حمزة، لعبة كانت جيدة لمصلان على الجهة اليمنى من يانيك لكنها لم تستغل. هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. في الجهة اليمين رودفان يتقدم يلعب كرة عرضية لصالح العربي، ملعوبة بالرأس لكنها تقطع. الانتصار الشعار اللي يرفع الفريقين في هذا اللقاء. كرة إلى يانيك ساكو، اللاعب الذي قال بأن أهم أهدافه وأثمنها كان الهدف اللي في مرمى الأخوية في الجولة الثامنة. هذه كرة إلى ساكو، ساكو يعيدها إلى الخلف إلى فابيو سيزار. فابيو سيزار يلعب كرة في الجهة اليمين، المحاولة إلى ساكو لكنها طالت عليه. لماذا قال عن هدفه في الأخوية لاعب مصلان ساكو بأنه أثمن الأهداف؟ قال لأنه جاء أولا أعطانا انتصار، ثانيا أعطانا انتصار من أمام بطل الدوري في النسختين الماضيتين، فبالتالي هو هدف مهم جدا بالنسبة لي. اللاعب الذي امتدح دوري نجوم قطر وقال بأنه هناك عديد من النجوم حقيقة يزخر بها الدوري في قمة مستوياتك وفي قمة تأهبك دائما في كل المواجهات. كرة لصالح مصلان في الجهة اليسار لكنها طلعت يا كابتن عاد إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. وين بتروح؟ رايح أكثر من كذا وأنت بتروح؟ رمية جانبية، هذا التصادم اللي صار بين علي جاسمي ورامي فايز. الكرة ترجع الآن في صالحي أم مصرار، مقطوع من علي جاسمي مع مطالبة بخطأ. ناصر خلفان كان يطالب بمخالفة لصالحه. كرة في صالح العربي، ملعوبة في وسط الميدان، تمريرة وتقدم الآن من جانب النادي العربي على طول إلى الأمام من عادل لامي. عادل لامي يلعب الكرة طويلة، عادل لامي يعني يلعب أمام فريق السهل، وفي أي حال وفي أي مباراة في الدوري تستطيع أن تقول عادل لامي يلعب أمام فريق السهل، لأنه لعب في محطات كثيرة في العربي وفي مصلان وفي الجيش وفي الريان، ومحطات كثيرة بالنسبة لعادل لامي. هذه تسديدة لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى، راحت إلى بابا مالك المتألق كما قلت والذي عاد إلى تألق. نفس الأمر بالنسبة لأبو بكر حارس مرمى نادي الجيش، تألق واضح بالنسبة له. كرة ملعوبة لنادي مصلان، إلى فابيو سيزار. سيزار أحد نجوم كأس آسيا اللي أقيمت في الدوحة. المنتخب القطري قدم منافسة مهمة حقيقة في كأس آسيا،
الخروج كان على يد بطل النسخة، نسخة 2011 المنتخب الياباني، بثلاث أهداف مقابل هدفين. ملحمة كروية كبيرة جدا كان المنتخب القطري خاضع من أمام المنتخب الياباني، خسارة من أمام منتخب بحجم منتخب اليابان، خسارة طبيعية. هذه كرة ملعوبة إلى صالح النادي العربي، ومحاولة لتسجيل الهدف الأول لكنها تضيع. العربي بدأ ينظم هجماته، بدأ ينظمها، لذلك جاء خطر في الكرة الماضية لعلي جاسمي. علي جاسمي انفرد في المرمى لكنه لم يستغل الكرة الماضية. علي جاسمي اللاعب الذي تم تجديد عقده في هذا العام، قبل شهر تقريبا من الآن تم تمديد عقده. هذه كرة لصالح يوغوسلاف، بعد أن أثبت وجوده في أول الجولات تم تمديد عقده. اللاعب علي جاسمي الكرة فيها صافرة، ومخالفة ركلة حرة مباشرة. سيد عبد الرحمن عبدو أشار إلى وجود ركلة حرة مباشرة في صالح نادي العربي. لعبت الكرة في الجهة اليمين إلى رودفان. رودفان يأخذ كرة إلى الخلف عند خوخي معلم. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. الرمية الجانبية ملعوبة، والكرة لصالح النادي العربي في الجهة اليسار. العربي بكرة ملعوبة بين المدافعين لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. المحاولة الماضية والتمريرة الرائعة جدا كانت من رودفان باتجاه علي جاسمي لكنها لم تستهل. أول تمريرة كانت من يوسف أحمد. ملعوبة الكرة طويلة بالرأس من خوخي معلم. تمريرات قصيرة بين اللاعبين العربي، والكرة في الجهة اليسار لكنها مستمرة لتعود إلى صالح النادي العربي. فيها وقوع والحكم يعطي أدفانتج باللعبة الأخيرة لتصل لأم صلال مرتدة، ثم بعد ذلك طالت جدا الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. الزولة الذي قال بأنه شيء إيجابي أن يعيش في المقدمة إلى جانب فريقه، مؤتمر الصحفي عن خطورة ساكو هداف مصر قال بأنه حينما يدخل المنافسة في مبارياته لا يرى لاعب بعينه، يرى فريق بأكمله، وبالتالي الحديث بالنسبة له ليس فقط ساكو ولكنه مصر بصفة عامة. هكذا تحدث زولا، زولا اللاعب الكبير، وزولا الذي يريد اسمه في التدريب بحجم اسمه كلاعب، اسمه كلاعب عظيم جدا خصوصا في تشيلسي اللندني. كرة لصالح وصلان. ساكو يلعب كرة لتصل على طول إلى خوخي معلم. خوخي يلعب كرة تمرر من مصعب محمود، تقطع. مصعب تراجع كبير في مستوى مصعب، ليس هكذا كان يلعب مصعب قبل سنتين وثلاث سنوات. خارج أرضية الملعب، بالمناسبة حتى مصعب محمود سبق أن خاض مواجهة ضد أو سبق أن لعب بشعار النادي العربي، بشعار مصر عفوا. نفس الأمر بالنسبة لعادل لامي. هذه الكرة فيها وقوع والحكم يعطي استمرارية لعب لتذهب الكرة بعد ذلك إلى صالح النادي العربي في وسط الميدان. حوارات وصراعات دائما تبقى في وسط الملعب، لكنه على مستوى الهجوم الى الان لا نلاحظ شيء يذكر فيه، بس شيء بسيط جدا. محاولة مرور بين لاعبين، تقدم يا سلام،
عدى من اثنين، بعد ذلك الكرة في عرض الملعب لكن مقطوعة لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. إلى الأوت، رمية جانبية، رمية جانبية، من يغير أولا؟ زولا أو بولين في بداية شوط المباراة الثانية. في المباراة اللي قبل هذه المواجهة فيريرا عمل ثنتين دفعة واحدة مع بداية شوط المباراة الثانية. أظن بأنه المدربين لا يحتاجان إلى تبديلين دفعة واحدة، ولكن التغيير التكتيكي مطلوب لأن هذا الأسلوب لا يمكن أن يصل بأحد الفريقين إلى الهدف، لا يمكن أن يصل بأحد الفريقين إلى مبتغى. هذا الأسلوب أسلوب لا يحرك ساكن ولا يحرك شعره ولا يحرك الجمهور في المدرجات ولا يحرك شيء في ملعب المباراة. شوف المصغر كيف يلعب بعرض الملعب، يعني حتى في الكرة اللي ارتد فيها يلعب بعرض الملعب، الكرة ملعوبة إلى جهة اليمين إلى ساكن. الهجوم الطولي مش موجود أبداً في المصغر. مرور واحد اثنين، حاول يعدي من الثالث تمكن، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى الأوت، رمية جانبية، كرة إلى خارج أرضية الملعب. إلى الأوت، رمية جانبية في الجهة اليمين، ملعوبة الرمية الجانبية لتصل عرضية داخل منطقة الجزاء تقطع. المحاولة للعربي تتمرر على طول في الجهات اليسار، انقطعت ورجعت للنادي العربي مرة ثانية. الصراع والحوار ما زال دائرا في هذه الكرة إلى أن توقفت الكرة هناك عند حارس المرمى. ترجع الكرة باتجاه حارس المرمى، بابا مالك يلعب الكرة إلى الأمام. الكرة أم صلال يستعيدها، إلى العربي من جديد، يلعب الكرة إلى علي جاسمي، علي جاسمي مرر الكرة، يستعيدها نادي مصلال. الآن مصلال عنده محاولة هجومية قادمة على جهة اليمين. يا سلام، ساكن عمل تحضير جيد في الكرة الأخيرة لتصل الكرة الآن إلى صالح النادي العربي. العربي يستعيد الكرة من جديد، راحت إلى السيد أشكان. سيد أشكان يلعب الكرة في الجهة اليسار، هذه الكرة ملعوبة أو اسماعيل محمود.
مرغوبة إلى صافرة موجودة. مشجع العرباء والدوسري يتابع عن كثب ويقود رابطة الجمهور العربي. في وسط الملعب إلى الجهة اليمنى، تمرر من علي جاسمي، ثم الكرة فيها تغطية لخارج أرضية الملعب إلى العود، رمية جانبية. قد تكون أول مباراة فيها تعادل سلبي في هذه الجولة في الأسبوع 11 من مسابقة الدوري. الأسابيع الماضية كلها أو هذا الأسبوع كل مبارياته شهدت أهداف. إلى صالح أم صغال في الجهة اليسار، اللعبة ساقطة في منطقة الجزاء لكنها تصل مباشرة عند حارس المرمى. رجب حمزة واصلة إلى فابيو، فابيو إلى رامي، رامي العودة بالكرة إلى الخلف. التحضير دائما يستهلك وقت طويل جدا بالنسبة لأم صلال. العربي كله متراجع في هذه اللحظة، وأم صلال الآن عنده هجوم. ملعوبة الكرة على الجهة اليمنى، راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. بولين الرجل الذي يراقب مباراة فريقه ويعلم بأن فريقه يخسر أهم لاعبين بالنسبة له، جيرمي وكذلك تيموريان. راحت الكرة إلى الخلف في صالح أم صلال. 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. راحت على الجهة اليسار، اللعبة على الجهة اليمين إلى علي جاسمي، تقدم يا سلام علي، مرر كرة لتصل الآن في الجهة اليمنى. هل من هدف في شوط المباراة الأول؟ الشوط الأول لا يوحي بذلك، لكن قد يأتي الهدف. طبعا قد يأتي الهدف من خطأ دفاعي من لحظات غامضة، لكنه الشكل في شوط المباراة الأول بصورة عامة لا يوحي بأن هناك هدف ينتظرنا في الشوط الأول من المباراة. الكرة بعيدة جدا كل البعد إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هل يعقل أن يكون لاعبين يعرفون بأنهم يخوضون مباراة من أجل المربع ومن أجل المركز الرابع، وفي الأخير تكون نتيجة المباراة، لا أتكلم عن النتيجة الفعلية، أتكلم عن نتيجة المستوى، أن ينتج هذا المستوى لقاء على المرتبة الرابعة ودخول المربع وورقة المربع. يجب أن تكون في قتالية أكبر من هذا، يجب أن يشهد قتالية أكبر مما نرى الآن ونشهد. ملعوبة الكرة في اليسار، راحت
راحت الكرة على الجهة اليمنى. نقل الكرة في الجهة اليمين. ساكبو يلعب كرة عرضية تقطع وتبعد وتعود. المحاولة الآن في صالح المصباح لكن أيضا مقطوعة. سيد أشكان. سيد أشكان يلعب كرة. ترجع له من جديد الكرة في الجهة اليمين. عرض الملعب من الجهة اليمنى. علي جاسمي. علي جاسمي يلعب كرة منقولة لكنها مقطوعة. تعود إلى صالح مصلال من جديد. راحت في الجهة اليمين. حركة مستنزفة على غير داعي. هذه كرة ملعوبة على الجهة اليسار الآن لصالح المصلال. رامي فايز يرجع للخلف ثم يلعب بعرض. أسلوب لعبه مصلال كل كراته بالعرض. ساكبو يلعب كرة بالرأس. فابيو سيزر يدور على كرة واصلة إلى إسماعيل محمود ثم فابيو سيزر صوب. أوه تألق بالكرة الماضية رجب حمزة. كرة ذكية جدا من فابيو سيزر. شوف المحاولة من جديد. فابيو سيزر لعب الكرة الساقطة لكن رجب حمزة تألق وطلع الكرة الماضية أنقذ فريقه من فرصة هدف محقق. كان فابيو سيزر يريد الكرة ساقطة من خلف رجب حمزة. كرة ملعوبة إلى رأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. العربي الفوز بالنسبة له يضع في المركز الثالث بعد خسارة لمني بها السد. يعني رغم أنها الخسارة من المفترض أنها تعطي دافع للاعبين العربي من أجل تحقيق الانتصار. أنت أولاً عندك دافع أن خصمك يغيب على لاعبين من أهم لاعبينه. الدافع الثاني أن 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 صاحب المركز الثالث قد خسر من جديد وهي الخسارة الثانية على التوالي، وبالتالي أتاح لك فرصة من أجل أن تكتظ على المرتبة الثالثة. ومع ذلك نشهد بأنه العربي لا يقدم مباراة تخدمه من أجل الوصول إلى المركز الثاني. الحالة المعنوية في العربي ليست على ما يرام، ليست أفضل الحال. يشهد على ذلك الحضور الجماهير. عربي يتمتع بجماهيرية كبيرة في قطر، مع ذلك في المدرجات لا نجد إلا القلة يحضرون لأنه ليس هناك تفاؤل ربما عند المشجع العرباوي أنه حينما يحضر بأن أمر سار في انتظاره، لكنه عليه أن يقوم بواجبة. هكذا أفهم المشجع أنه يقوم بواجبة تجاه فريقه وتجاه معشوقه في كرة القدم في أي حال. الحب لا يمكن أن يكون مشروط، ومن يعلم كثير من الأندية حملتها جماهيرها من أجل أن تتفوق وأن تفوز، بل وتحرج الجهاز الإداري وتحرك أعضاء الشرف، تحرك كل شيء. لهذا لما قيل عن جمهور العربي لاعب رقم واحد، وهي عبارة سبق أن قالها الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله لجمهور نادي النصر في التسعينات، هم يدركون في إدارة النادي العربي أهمية الحضور الجماهيري لأنه يغير كل شيء في الفريق. ساكبو يلعب كرة إلى منطقة الجزاء إلى محاولة خطيرة جدا لتصل في نهاية الأمر إلى خارج أرضية الملعب. الدوري في القسم الأول على وشك النهاية. على وشك
بشكل نهائي. الريان الأحمر السهم عنده أخضر، لا يتوقف ما شاء الله تبارك الله في كل الجولات، 10 جولات بلا توقف، كلها قد خاضها بنجاح وانتصر في المباريات 10 على 10. الجيش ما بين وبين، لكنه يظل في صورة جيدة حقيقة هذا العام مع مدرب ممتاز ومع لاعبين أجانب ممتازين، تحديدا عبد الرزاق حمد الله. السد تراجع مخيف حتى في ظل تغيير مدرب، يخسر مباراتين خسارة فادحة 4-2 أمام الأخوية، وثم بعد ذلك خسارة من فريق من فرق الوسط السيرية. العربي تذبذب، يقودها ببطء، يمشي إلى الأمام ببطء. أم صلال مشابه للأعوام السابقة، ليس هناك فارق كبير بالنسبة لأم صلال. كرة ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء، لكن ليعلم السد والجيش بأن أمامهم مهمة صعبة، لأنه في فبراير عندهم مباريات آسيوية. السد أمام الجزيرة الإماراتي والجيش أمام نقطة رام في الدوري التمهيدي، هذا قبل أن يترشح بعون الله تعالى إلى أدوار المجموعات. الفريق اللي يجمع نقاط من الآن يريح نفسه في القسم الثاني. الكرة إلى ساكو، خطير ساكو، تقدم وصوب، لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. الحكم الرابع يتوجه لأجل الإعلان على الوقت البدل الضائع. توقع دقيقة، يمكن دقيقة واحدة بس. الكرة لعبت تعد دقيقة، أشار الحكم الرابع في ذلك. الكرة لصالح العربي والمحاولة ملعوبة. الرد السريع على فرصة ساكبو للعربي، جاءت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب. العربي من أكبر مشاكل سيد أشكال، لاعب على المستوى البدني ما في حضور صراحة في شوط المباراة، ما في حضور. اللاعب اللي مفترض عنده أن يكون علامة فارقة. هذه كرة ملعوبة لصالح العربي عرضية. عموما في الدوريات الخليجية، عموما مستوى العالم، اللاعب الأجنبي هو اللي يفرق معك في دول العالم، في كل حتى في أعلى الدورية وفي أكبر الأندية. لا يمكن أن يكون هذا المردود البدني الذي يقدمه سيد أشكال مرفوض. احنا ما نتناقش عن الفني، عنده أمور فنية جيدة. هذه كرة ملعوبة لكنها من رامي فايز راحت إلى رجل حكم. وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي، جاءت صافرة حكم المباراة ليعلن عن نهاية زمن شوط المباراة الأول في مباراة كانت سلبية على مستوى الأداء. إذن عودة مرة أخرى إلى مجريات المباراة أيها السادات والسادة، شكرا للزميلين خالد الفضلي ومحمد سويلم. عدنا إليكم إلى شوط المباراة الثاني بعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالنتيجة السلبية على مستوى الأداء وكذلك على مستوى النتيجة. الآن في شوط المباراة الثاني، هل من متغيرات تذكر بالنسبة للفريقين، خصوصا وأن أم صلال أصلا حضر في بداية شوط المباراة الثاني بدون لاعب رامي فايز الذي عاد الآن إلى ملعب المباراة وطلب الإذن من حكم اللقاء، والكرة ملعوبة لتصل باتجاه حارس الحكم.
دخل رامي فايز لينقذ فريقه باللعبة الماضية. بابا مالك عنده اعتراض أيضا على أحد زملائه. هذا رامي فايز والدخول من بابا مالك على اللاعب سيد أشكان. راحت الكرة لصالح أم صلاح الآن في الجهة اليمنى. مصلال عنده كرة من الجهة اليمين في محاولة مقطوعة ترجع لمرة ثانية وتقدم الآن من خلفان والمحاولة يا سلام ممتازة لا زالت خطيرة جدا. يا سلام على الفاصل المهاري الآن لمصلال في كرة ملعوبة بعرض الملعب لتذهب بعيد. ثم المحاولة ما زالت جارية تلعب عرضية لا تجد أحد ينهي الكرة إلى عرضية مرة أخرى. طبيعي لأنهم هم أصلا ما يلعبون إلا بالعرض ما عندهم استعداد يلعبون بالطول أبدا. عشان كذا مصلال الكرات تروح وتجي ما في احد يخلصها ويسجل منها الهدف الاول. كره ملعوبه بالعرض ايضا لترجع الى صالح نادي العربي. العربي عنده هجوم ممتاز في كره مقطوعه من يوسف احمد. راحت الكره إلى الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء. تغطية متابعة من علي جاسمي وصلت فيها الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة عرضية تشهد متابعة والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان أيضا رمية جانبية من جديد على الجهة اليسار. كرة فيها تدخل من إسماعيل محمود ربما أنه غير قانوني لكن عبد الرحمن عبدو طالب باستمرارية اللعب والكرة ملعوبة عرضية ساكمو كرته إلى خارج أرضية الملعب. هداف مصلال لا يستطيع أن يستثمر الكرة الأوضح على الإطلاق في هذه المباراة. شوف فابيو سيزار لعب كرة إلى ساكمو ساكمو لم يتعامل معها بشكل جيد وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ويا حبذا المخرج يعطينا لقطة إسماعيل محمود في المخالفة اللي طالب فيها العربي. كان في مخالفة اعترض اللاعب العربي رجب حمزة واقع على أرضية الملعب. الأسماء هي الأسماء لم تتغير بالنسبة لشوط المباراة الأول عن الشوط الثاني. أم صلال بابا مالك فابيو سيزار رامي فايز إسماعيل جواد حناش وإسماعيل محمود ياب العنابي وينك ساكبو بالإضافة إلى محمد خميس ناصر خلفان ويلتون سوزا سيلفا. العربي رجب حمزه بوعلام خوخي عادل لامي عبد الله معرفي علي جاسمي احمد فتحي مصعب محمود يوسف احمد رود فان باولينيو سيد اشكان. ولا تغيير على قائمه الاسماء التي بدات معنا هذه المباراه ونحن الان في شوط المباراه الثاني نحافظ على نفس الاسماء. على كل حال كنت طلبت من المخرج لقطه سيد أشكان يبدو أنها غير متوفرة. الكرة ملعوبة الآن رمية جانبية على الجهة اليسار إلى محاولة قادمة لأم صلال يعيدها رامي فايز بالخطأ إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. رامي فايز أعادها بطريقة خاطئة من لا شيء. أصبح العربي عند ركلة ركنية بسبب تعامل خاطئ مع التمريرة الماضية من رامي فايز. أراد أن يعيد الكرة باتجاه حارسه لكنه لعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تصبح ركلة ركنية في صالح العربي. العربي الباحث عن التسجيل الآن من الركلة الركنية والموجود عند سيد أشكان. ركلة ركنية وتحركات في منطقة الجزاء من أجل الاستفادة منها.
اللعبة الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، والتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. فرصة ممتازة للعربي لا تستثمر الآن، راحت إلى خارج أرضية الملعب. الفرص أصبحت أفضل حالا من شوط المباراة الأول، أصبحت تتواجد في شوط المباراة الثاني الفرص لكنها لا تستغل. هذه لقطة العربي اللي راحت إلى خارج أرضية الملعب. عند بابا مالك ركلة المرمى، ردة الفعل من الجماهير العربوية على الفرصة الماضية. بابا مالك يلعب الكرة إلى الأمام لتصبح الآن الكرة لصالح نادي أم صلال. من الجهات اليسار علي جاسمي تدخل، علي جاسمي بص الكرة في الجهات اليمين، كرات متناقلة بين اللاعبين العربي، راحت الكرة على طول إلى الجهات اليسار، ضغط على حمل الكرة ليستعيد الكرة الآن أم صلال في الجهات اليمنى عند محاولة قادمة، والكرة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية أم صلال، 4-4، كل فريق تحصل على 4 ركلات ركنية، هي الرابعة الآن لأم صلال. ملعوبة الكرة إلى منطقة الجزاء بالرأس، مرت من أمام الجميع لتعود عرضية مرة أخرى عند ساكبو، وكرة ساكبو راحت إلى خارج أرضية الملعب. العربي الذي يدخل المباراة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة مقابل 17 لمطاردة أم صلال، حقق 6 انتصارات، تعادل مرة واحدة خسر 3، أما أم صلال حقق 4 انتصارات وتعادل 5 مباريات وخسر مباراة واحدة. تساوى مع السد والجيش بعدد الخسائر على مرة واحدة. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. العربي سجل 16 هدف وفي مرماه جاء 15 هدف. نسبة غير جيدة. هذه كرة ملعوبة بالعرض لتعود إلى صالح أم صلال. ناصر الخلفاني يلعب الكرة في الجهة اليسار. على مستوى الدفاع من النادي العربي. العربي أروع مباريات على الإطلاق، تلك المباراة التي خاض من أمام السد رغم أنه ناقص، خرج متعادل بهدفين لهدفين. هذه تسديدة وين خارج أرضية الملعب، لا شيء جيد في المباراة. بولنت يقول يعني وين 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 تبي؟ تشعر خطأ للترفة محمد خميس المالكي، مستشعر خطأ في التسديدة الماضية. كرة ملعوبة لصالح أم صلال، معادة إلى الخلف. بابا مالك وصل الكرة طويلة إلى الأمام في اصطدام قوي جدا بالكرة الماضية، على اثر ذلك عبد الرحمن عبده يتحرك لإشارة البطاقة الصفراء. احمد فتحي واقع على أرضية الميدان، اللعب متوقف حتى الآن، لم نشاهد الإعادة لنحكم. تهور
على اسماعيل محمود، لذلك اللعب متوقف الان، واحمد فتحي يستحق بطاقه صفراء على اثر التدخل الاخير. نسبة الاستحواذ تقلصت من نادي مصلال، راحت أفضليتها لنادي العربي بعد أن كان مصلال 55% في أغلب فترات شوط المباراة الأول، أصبح الآن العربي 53%. يعني هذا أن العربي واضح أنه أصبح أفضل حالا في شوط المباراة الثاني. هو في الغالب نسبة الاستحواذ لا تعني أفضلية مطلقة في المباراة، في بعض الأحيان هناك استحواذ ليس ذكي، يعني يكون مجرد استحواذ للاستحواذ، لا 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 يترجم شيء على أرضية الميدان. لكنه أقول أنه بالفعل الاستحواذ الآن حينما نتحدث عنه فهو يعكس أفضلية لنادي العربي في شوط المباراة الثانية، لكن ليست الأفضلية المطلقة، لكنها أفضلية موجودة ومشهودة في الشوط الثاني. عربي بات أفضل حال من الشوط الأول، العربي الذي قلت بأنه لم يستغل حقيقة الغياب الكبير عند
الثنائي الأجنبي بالنسبة لنادي مصر. راحت الكرة في الدفاع. علي جاسمي سيد أشكال. علي جاسمي من جديد، أكثر من ربع ساعة في شوط المباراة الثاني، الحركة في الربع ساعة في شوط المباراة الثاني أفضل بكثير عما كنا عليه في شوط المباراة الأول. وين كنا في الشوط الأول، وين وصلنا في شوط المباراة الثاني، أفضل بكثير الحالة في الشوط الثاني من المباراة. نعم ليس هذا تمام الأمر، لكن من شاهد شوط المباراة الأول يعلم بأنه الحالة أصبحت أفضل بكثير. زاكبو يلعب كرة في الجهة اليسار والمحاولة مقطوعة. شوط المدربين حتى الآن ربما في تحرك في التوجيهات، لكن إلى الآن ما أجري التبديلات. المصلال عنده تبديلين في دفعة واحدة باللحظات الحالية. دائما دقيقة 60 هي المنعطف للمدربين في إجراء التبديلات. مصعب محمود رجع الكرة في الخلف لصالح النادي العربي. العربي مع كرة ملعوبة على الجهة اليمين، تمريرة تقطع لتعود مرة ثانية في صالح مصلال. إسماعيل اللاعب المجتهد جدا في وسط الميدان. علي جاسمي إلى سيد أشكال. سيد أشكال إمكانيات فنية عالية جدا وإمكانيات بدنية نصف يقدمها لفريقه. هذه كرة ممررة ممتازة من سيد أشكال داخل منطقة الجزاء، وكرة في اصطدام والحكم لا يحتسب شيء، تأخر في احتساب ركلة الجزاء لأنه ساعد مساعدي في احتساب ركلة الجزاء باللعبة الماضية. هي ركلة جزاء حقيقية ومستحقة للنادي العربي داخل منطقة الجزاء. كان في دفع واضح وبالتالي القرار جاء صحيح وسليم، ركلة جزاء إلى صالح النادي العربي. بابا مالك ليس راضي على القرار، وليس من حق بابا مالك أن يرضى أو لا يرضى، القرار يتخذ من الحكم، لا علاقة لبابا مالك في تقييم أداء الحكم، هناك من يقيمه، عليك أن تقف في مرماك للدفاع عن هذه اللعبة. هذه الكرة الماضية ضربة جزاء واضحة، لا جدال حيال ضربة الجزاء، على بابا مالك أن يتجه إلى مرماه ويترك القانون يأخذ مجرى، أما كثر الحوار وكثر النقاش لا يؤدي بالنفع لبابا مالك. أقصى ما سيحصل عليه بابا مالك إذا كان حكم المباراة ليس متهاون بطاقته. تصور كل هذا الوقت بابا مالك يستهلك علينا الوقت، روح المرمى. الموضوع والجدال محسوم، وتبديلين دفعة واحدة. فابيو سيزار الذي يبدو على مستوى اللياقي أنه منهك يغادر ملعب المباراة. عبد العزيز اليهري اللاعب البديل. وتبديل آخر. عادل السليماني لاعب البديل مكان ناصر الخلفان. تتلقى خبر الهدف الأول في مرمى، والكرة يعطي فيها الإذن الحكم، باولينو يلعبها ويسجل الهدف الأول. 1-0 يتقدم أخيرا العربي عن طريق باولينو. باولينو بثقة الكبار تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء وتمكن من تسجيل ركلة الجزاء. باولينو في الزاوية اليمين بشكل رائع جدا. يا سلام يا باولينو، فرحة عرباوية، فريقهم يقتحم المرتبة الثالثة مؤقتا حتى نهاية المباراة. باولينو تقدم بثقة، وضع الكرة في الشباك وسجل الهدف الأول للعربي. برافو باولينو، برافو باولينو.
1-0 العربي الآن. الأحلام يتقدمون، فرقة الأحلام يصبحون في المرتبة الثالثة. مباراة الست نقاط هي حقيقية، مباراة ست نقاط. نعم بولند عبر عنها بأن مباراة فئة الست نقاط، وهي كذلك سيد بولند العربي إن هو تمكن من حسم الأمور بهذه النتيجة فإنه سيصل إلى المرتبة الثالثة. قاده إلى المرتبة الرابعة ركلة جزاء من أمام الأهلي، وقد يقود إلى المرتبة الثالثة ركلة جزاء من أمام مصر. سبحان الله، حدثني مشجع عرباوي يقول أتمنى يحدث لنا ركلة جزاء نمشي المرتبة الثالثة مثل ما صار لنا في مباراة الأهلي، لأنه شكل الفريق لا يوحي بأن هناك هدف سيسجل. وهذا المشجع العرباوي حقق له الله أماني. بابا مالك الذي يعيش لحظات فيها انفلات أعصاب، لأنه حتى بعد ركلة الجزاء لعب الكرة إلى المدرجات، أسلوب من الاعتراض والامتعاض. حتى بعد تنفيذ ركلة الجزاء ظل معترض، الكرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، إلى الأوت، رمية جانبية. هذه كرة عرضية ملعوبة إلى بابا مالك. هذا الغضب اللي كان من بابا مالك وردة الفعل على حتى على الحكم. قبلها لعب الكرة إلى المدرجات، هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى الأوت، رمية جانبية. لعبت الكرة في الجهة اليمين إلى عرضية واصلة باتجاه رجب حمزة. عادت مرة ثانية. في وسط الملعب تمرر إلى الجهة اليسار. أم صلال يريد العودة إلى المباراة. الكرة لخارج أرضية الملعب، إلى الأوت، رمية جانبية. الرمية الجانبية للنادي العربي على طول تلعب من الجهة اليمين. بحث عنها يوسف أحمد. يوسف تراجع حاد في مستوى. يوسف ليس يوسف اللي نعرف واللي تربى في هذا الميدان، وكان لاعب حقيقة مؤثر جدا على مستوى الهجوم. باولينيو، مباراة ممتازة يقدمها باولينيو. ذكرك في المباراة اللي قدمها أمام السد، إذا ما خانتني الذاكرة أنها كانت في الجولة الثامنة، الجولة الثامنة اللي لعبها قدام السد، وتعادل إيجابيا هدفين هدفين. تبديل ثالث بالنسبة للمصلال. استنفذ كل تبديلاته دياب العنابي، يغادر ملعب المباراة. ثامر جمال اللاعب البديل. ثامر جمال لاعب النادي العربي سابقا. كرة لصالح المصلال، وفي محاولة تسديدة لكنه التصدي جاء ممتاز من رجب حمزة. التصدي جاء ممتاز من رجب حمزة. وصلت فيها الكرة على الجهة اليسار الآن بين لاعبين العربي. راحت الكرة طويلة مباشرة باتجاه حارس المرمى. Thank you.
الجيش المباراة القادمة إن شاء الله تعالى، أو مصلى المباراة القادمة أمام الجيش بإذن الله تعالى. مهمة لن تكون سهلة، العربي عنده مهمة أسهل، وبالتالي العربي قد يتشبث بالمرتبة الثالثة حتى بداية القسم الثاني من الدوري، لأن العربي عنده مباراة أمام سيميرو، مباراة أسهل بالنسبة للعربي. الحين مصلال المباراة صعبة جدا أمام الوصيف، مخالفة كرت أصفر موجود، خالف ركلة حرة مباشرة في الجهات اليسار. الركلة الحرة المباشرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها تقطع. على مستوى الأداء تشابه بين الفريقين، لا يوجد أفضلية مطلقة من أحد الفريقين على الآخر. الاثنين نفس المستوى، يعني ما لا تلاحظ بأن في فريق عنده أفضلية مطلقة في المباراة. كرة ملعوبة للجهة اليسار، إلى محاولة واصلة في الخلف، التمريرة من ويلتون سوزا إلى صافرة مخالفة في منطقة وسط الميدان في دائرة الوسط. جماهير العربي تتفاعل مع الفريق رغم قلة الحضور، لكنه فاعلية في التشجيع. زاكبو، يا سلام، التفاعل احيانا اهم من الكم. هذه كره ملعوبه عرضيه، لان بعض الكم ما في اي تفاعل ولا اي قيمه، يعني مهما كان الكم كبير بدون تفاعل هو لا شيء، قيمته في الاخير لا شيء. هو نفس الاصفار اللي على يسار الواحد وليست على يمين الواحد، ولكن حينما يكون الحضور الجماهيري قليل لكن عنده فاعليه اعتقد انه يحقق المطلوب منه. كرة ملعوبة بالراس على طول من ويلتون، يعيدها إلى حارس مرمى بابا مالك. بابا يلعب كرة طويلة، بابا مالك إلى ساكو، إلى محاولة جيدة بالنسبة لنادي مصلال، يهاجم في كرة ترجع إلى صالح النادي العربي. خوخي بوعلام، خوخي والكرة على الجهة اليمين إلى سيد أشكان. سيد أشكان لعب كرة تمرر ترجع لمرة ثانية إلى محاولة خطيرة جدا في أوفسايد، ركلة حرة غير مباشرة. النادي العربي يوسف احمد يترك مكانه الان دوترا اللاعب البديل. دوترا مباراة واحدة حقيقة، قدم فيها كل شيء رائع. المباراة اللي فاز فيها العربي على الإخوية، كرة فيها صافرة والمحاولة
إلى ركلة جزاء، إلى ركلة جزاء. القرار يأتي بركلة جزاء، الحكم يعطي قرار السيد عبد الرحمن عبدو في ذلك. مباراة تشهد ثاني ركلة جزاء بعد أن تقدم العربي أولا بالركلة جزاء. الآن مصلان يحصل على ركلة جزاء، شوف الأول ملعوبة إلى منطقة الجزاء، التدخل مع ساكبو من فوخي بوعلام، وبالتالي القرار أيضا سليم، القرار جاء سليم من حكم اللقاء، يعطي ركلة جزاء الآن في صالح نادي أم صلاح. ركلة جزاء إذن لأم صلاح عند ساكبو. هل يعيد فريقه من ركلة الجزاء؟ هل يصل إلى المرتبة الثانية من الهدافين مع عبد الرزاق حمد الله بتسع أهداف؟ يستعد وأمام رجب حمزة. ساكبو أخذ الإذن للتنفيذ، مسافة قصيرة بينه وبين الكرة، يعطي أفضلية للتسجيل. ساكبو يلعب كرة يسجل التعادل، 1-1. رجع أم صلال إلى المباراة، أم صلال عاد إلى المباراة داويها بالتي كانت هي الداخر من ركلة جزاء، وعالج موقفه في المباراة أيضا من ركلة جزاء وسجل التعادل. الآن أصبحت النتيجة 1-1 عن طريق الهداف ساكبو الذي يسجل هدف التاسع، وبالتالي لا يسمح للعربي بأن يبتعد كثيرا في المرتبة الرابعة. هولند لا يعبر عن سعادة بالغة حيال عودة فريقه إلى نتيجة التعادل، وكأنه بذلك يقول أنه يملك طموح أكبر من هذا لفريقه. كرة اللعب في الجهات اليسار، المحاولة من الجهات اليسرى مستمرة بالنسبة لنادي مصلال. ملعوبة الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، تبعد لتعود ساكبو، يستعد ساكبو، يلعب كرة عرضية ممتازة خطيرة جدا وتسدد. رجب حمزة يتألق يبعد الكرة لخارج أرضيات الملعب، شوف الكرة مرة ثانية بالعرض ثم جاءت كتسديدة خطيرة جدا. رجب تألق، رجب رائع، رجب كان متألق فوق العادة مع هذه الكرة وتألق أكثر من مرة في المباراة. عادل السليماني صوب كرة رجب حمزة طلعها أبعدها إلى خارج أرضيات الملعب، صارت ركلة ركنية لصالح أم صلاح. الركلة الركنية من عند مين؟ عند اليهري اللاعب البديل في شوط المباراة الثاني. اليهري يلعب الركلة الركنية، رامي فايز رجع له الكرة مرة ثانية، يلعب الكرة عرضية لكنها ترتطم في دفاع العربي لتعود إلى باولينيو. باولينيو يمررها بشكل ممتاز والكرة عند عبد الله معرفي، انطلق عبد الله معرفي، عبد الله معرفي مع الكرة، ما زالت مع الكرة، البحث عن عبد الله معرفي، هناك لاعب وقع ثامر جمال، الحكم لا يحتسب أو من وقع دوترا والحكم لا يحتسب شيء، وعبد الله معرفي تعب من الكرة الماضية والمطاردة والملاحقة اللي كانت عليه لاعب الكرة بالعرض، رغم أنه يعلم أنه ليس من زميل يتواجد معه في الكرة الماضية. المحاولة لأم صلاح، الصراع يشتد الآن في المباراة، وأم صلاح عندها كرة قادمة في الجهة اليمين، أم صلاح في محاولة ملعوبة بعرض الملعب خطيرة جدا، ساكبو سددها لكن التغطية حاضرة دفاعية. رود فاني الكرة راحت على الجهة اليسار إلى تمريرة طويلة جدا تذهب باتجاه حارس الملعب. لعبة الكرة لأم صلاح 80 دقيقة في عمر المباراة، آخر 10 دقائق والكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. تبديل للعربي، عمر العمادي يستعد للنزول في شوط المباراة الثاني. عمر بالفعل مكان أحمد فتحي.
كرة ملعوبة إلى صالح العربي من جديد، المنعطف الأخير من المباراة. هل من عودة للعربي لأجل أن يتفوق مرة أخرى في المواجهة ويسجل؟ كرة فيها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. المخالفة جاءت على الجهة اليمين، دوترا اللاعب الذي واضح أنه هناك شيء من عدم الرضا من زولا على مستواه. كرة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، لكنها واصلة باتجاه حارس المرمى. هذه الكرة في الجهة اليمين الآن لمصلال. من الطبيعي جدا كانت الأهداف لا تحضر إلا من ركلات جزاء، على إثر أنه ليس هناك حقيقة خطر هجومي بالغ. ربما في شوط المباراة الثاني أفضل حال، أفضل حال على الأقل من شوط المباراة الأول. شوط المباراة الأول تسديدة واحدة لأم صلال كانت خارج الملعب أو خارج المرمى بلا صح، ولا تسديدة على المرمى. كرة للعربي، ملعوبة طويلة. رامي فايز يلعب الكرة في عرض الملعب. راحت الكرة تمريرة الآن على الجهة اليمنى لصالح مصلال. التحضير على الجهة اليسار. مصلال بالنسبة له على الأقل الخروج بالتعادل أفضل حال من الخروج بخسارة. جاء لهذه المباراة ناقص لاعبين مهمين جدا بحجم تيموريان وجيرمي. بعدها كان خاسر بهدف من ركلة جزاء، استطاع أيضا من نقطة الجزاء أن يعود. هذه الكرة ملعوبة إلى رجب حمزة. توتر في دكة البدلاء. هذه الكرة ملعوبة. لليسار. جواد حناش. جواد إلى رامي. رامي يلعب كرة طويلة إلى الأمام في صالح مصلال. والسيطرة على الكرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب طلعت. انلعبت باتجاه ساكبو. ساكبو تقدم. ساكبو سدد. فرصة خطيرة لساكبو. شوف ساكبو أخذ كرة عدى فيها وسدد كرة جاءت بجوار القائم الأيسر. خطيرة جدا، احتكت بالقائم يا ساكبو هذه الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. أصبحت ركلة مرمى لصالح العربي. ملعوبة ركلة المرمى من رجب حمزة. رجب في كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت، رمية جانبية. اللعبة الرمية الجانبية لمصلال. محاولة على الجهة اليسار. ترجع إلى صالح العربي. علي جاسم يخسر الكرة إلى صالح مصلال. عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. تغطية إبعاد. اللعبة الرمية الجانبية لأم صلال. عرضية في منطقة الجزاء على طول باتجاه حارس المرمى. لعبة الكرة العربي. محاولة في الجهة اليمين، عرضية مقطوعة راحت على الجهة اليمنى أيضا لصالح مصلال. العربي يسيطر على الكرة في هذه اللحظات، آخر خمس دقائق من المواجهة. من يسجل لينتصر في المباراة؟ عبد المعرفي. عبد الله يترك الكرة سيد أشكان بذكاء لعلي جاسمي. علي جاسم يلعبها عرضية لكن لمن؟ لا أحد هنا. بابا مالك يتألق في التقاط الكرة الماضية. بابا مالك بعد أن تألق في التقاطها لعب كرة طويلة إلى الأمام إلى ساكبو. ساكبو الكرة معه، يلعب كرة
لكن فيها تغطية موجودة حاضرة، والمحاولة خطيرة والكرة في منطقة الجزاء، لكن أخيرا استطاع رجب حمزة الإمساك بالكرة الماضية، ما أفلتت من الكرة، راحت إلى صالح العربي. لعبة الكرة على طول طويلة إلى الأمام، أبو صلال عنده كرة في الجهة اليسار، الفوز يعني المركز الرابع، أم صلال أصبح عنده طموح للمركز الرابع أكثر من طموح العربي للمركز الثالث. هكذا هي أحوال المباراة، وهكذا بإمكانك أن ترى المباراة، لكن رؤية المشجع العربي للمباراة تختلف. رؤية فيها أمال، رؤية فيها زمان، ذكريات راسخة عند المشجع الكبير والمشجع الصغير، عند رؤية تابع فيها لقطات، وعند تاريخ استمع فيه واستمع له، تاريخ كبير بالنسبة للنادي العربي، وعند انتظار للمباراة على الأقل أن يفوز فيها العربي ويذهب بهذا الفوز إلى المركز الثالث، ثم بعد ذلك للحديث بقية في القسم الثاني. هكذا يرى المشجع العرباوي الأمور كيف يجب أن تسير. سيد إشكال احتكاك غير منطقي، الحكم ليس من المنطقة أيضا عبد الرحمن عبدو كان يشهد أن هناك بوادر احتكاك، لم يتابع سيد إشكال وهو يدفع بلعب أبو صلال، كان يستحق بطاقة سيد إشكال خروج عن النص باللقطة الماضية. أدار ظهره للاعبين رغم أنه يعلم أنه بينما احتكاك لفظي شروع في احتكاك باليدين. كرة لمصلاح إلى محاولة ملعوبة في الجهة اليسار، راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تبديل للعربي في هذه اللحظات. هذه كرة عبد الله معرفي، والتدخل اللي تحدثنا عنه ضد دوترا حكم المباراة ما شاهدت في هجمة واعدة كانت تستحق بطاقة. علي جاسمي ترك ملعب المباراة، محمد شعبان بديلة. لعبة الكرة في الجهة اليسار إلى لقطة فيها صافرة مخالفة، وبطاقة صفراء مشهرة من الحكم على عبد الله معرفي. الثواني الأخيرة من المباراة والكرة في صالح أم صلال، آخر الثواني، هل تنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي؟ الكرة ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء، والتغطية موجودة لتذهب بعد الكرة في صالح أم صلال بتمريرة مقطوعة ترجع إلى النادي العربي. المحاولة باتجاه سيد إشكال، سيد إشكال مع كرة عدة، ثم الكرة ملعوبة بعرض الملعب بالراس من باولينيو، لكن كرة باولينيو إلى خارج أرضية الملعب. 4 دقائق وقت بدل ضايع، شوف الكرة إلى باولينيو بالراس من باولينيو إلى خارج أرضية الملعب. رامي فايز لعب كرة مقطوعة، رامي لعبت على الجهة اليسار، المحاولة في صالح أم صلال، عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها أيضا تقطع باتجاه حارس المرمى.
باسيل الكرة في وسط الملعب إلى صافرة ومخالفة. ركلة حرة مباشرة للنادي العربي، ملعوب الركلة الحرة المباشرة. خلاص لم يبقى إلا القليل في هذه المباراة. الكرة ملعوبة على اليسار، سيد أشكان يحصل على مخالفة. في الجهة اليسار، اللعبة من سيد أشكان إلى خارج أرضية الملعب. الإشارة إلى ركلة مرمى. فابيو سيزار اللاعب الذي تقدم به السن بعد سنوات مجيدة، يعلم بأن الجسد لا يقوى على ما يريد أو ما تريد فعله الروح. في صالح النادي العربي من الجهات اليسار. اللعبة على الجهات اليمين. مرور وتجاوز. الكرة على طول تقطع لتذهب باتجاه ساكو، خطيرة جدا. ساكو حاول الوصول لها، لكن نجم الرائع خوخي بوعلم تغطية حاضرة. قلت بأنه العربي إذا أراد أن ينافس على لقب الدوري عليه أن يستنسخ هذا البوعلم. كرة في الجهة اليسار ملعوبة بعرض الملعب، خطيرة جدا لمصلا. الكرة داخل منطقة الجزاء، التفكير في التسديد والتسديدة راحت لخارج أرضية الملعب. التسديدة راحت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. الجمهور العرباوي أصبح واثقا بأنه ليس من مستجدات في هذه المباراة. خلاص الثواني الأخيرة، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وبالتالي لا شيء حدث بالنسبة لهذه المواجهة، ولا أحد استفاد من هذه المواجهة، لا مصلان ولا العربي، كل في مكانه لا يتحرك ولا يتزحزح من موقعه. شكرا لكم أيها السادات والسادة على طيب المتابعة. نلتقي.